عرف ديربي ولاية عين الدفلة في القسم الوطني المحترف الثاني فوز الضيف صفاء الخميس على مستضيفه جيل عين الدفلة بنتيجة هدف دون مقابل. اللقاء عرف تضييع الجيل لضربة جزاء في الشوط الثاني والتي تصدى لها الحارس منصوري. تغطية الحاج مزكو. الله ربي وفقنا اليوم وين قدرنا نتحصلوا على اول 3 نقاط لينا واول هدف لينا كان في البطوله ان شاء الله بعد البدايه المتعثره اللي ما بديناهاش اللي ما كانش متوقعها العام والخاص. الحمد لله هذا اول فوز في البطوله بعد دو ريزولتا نيجاتيف، خسرنا دو ماتش. الحمد لله لي زيفور تاعنا خدمنا بزاف لا سيمين باسي هذه، لي زيفور تاعنا ما راحوش هكذاك برك. الحمد لله اون ايتي ريكومبونسي ابري ماتش تري ديفيسيل. الحمد لله دوك نكملوا في هذا ديناميك وان شاء الله ريزولتا بوزيتيف، يعيط ريزولتا بوزيتيف وان شاء الله نفرحوا ناس الخميس ان شاء الله. الله يحفظك. تروازيام ماتش لعبنا الديربي وين كنا تفوقين في النتيجه من في الشوط الاول، حافظنا على النتيجه الحمد لله. هذا الفوز ان شاء الله يخلينا نخدموا القدام ان شاء الله ونفرحوا المسؤولين والشعب تاع الخميس ان شاء الله. نقول لك المقابله كما شفتوا اليوم فات في اجواء رائعه، تمنينا من الانصار يكونوا حاضرين معنا، لكن قدمنا اللي علينا وان شاء الله فيها خير. ان شاء الله نعاونوا الفريق هذا بالقلب بكلش اخويا، مادام جينا لهنا مسنينا ان شاء الله فيها خير اخويا. ونطلبوا من الانصار يتلفتوا الفريق هذا، بيسك الفريق هذا يحتاج يلقاو الانصار. احنا نروحوا البريزيدون يروح، لونترينير يروح، يقعدوا الانصار، الانصار هما اللي لازم الانصار يتلموا على الفريق هذا. وربي يحفظكم وما يخفاش عليكم. احنا جينا من هزيمتين متتاليتين، كان علينا اليوم باش نديروا الديكليك، باش نديروا على الاقل نقطه او الفوز، يعني وفقنا ربي ونحقنا الفوز. بون هذا الفوز يعني جاء نتيجه مجهودات كثيره، نشكر الكل من ساهم فيها، طاقم فني ولاعبين وطاقم مسير. يعني احنا ما نحبسوش هنا، يعني الفوز هذا يخلينا نعملوا في اريحيه طيله الاسبوع المقبل ان شاء الله. ان شاء الله بربي مازال تسنى فينا يعني مباريات على شاكله الدربي، يعني الفريق يعني هذا وين باش يحكم المعالم تاعو. ان شاء الله نكونوا نحسن الظن ان شاء الله بربي في قادم المباراة.